السلام عليكم، معكم مرضوان رئيس جمعيه العطارديه السلويه وجمعيه العطارديه النسويه. كما كتشوف حنا كنتواجدوا في ملعب القرب السنابي الحي الاحمر. هذا الملعب اللي توقف تقريبا واحد العام وربع شهور دابا، هو في هذه الحاله هذه قمنا احنا عده جمعيات مجتمع مدني في مدينه سالا في حي الاحمر عده شكايات للسيد العامل عماله سالا والسيد القائد المقاطعه ملحقه النسيم الاداريه. كنشكرهم هذا المنبر هذا. قمنا بواحد الاجتماع الاول عن طريق السيد القائد والاجتماع الثاني والاجتماع الثالث كجمعيات رياضيه اللي عندها الغيره على الحي ديالها. كما كتشوف هذه الحاله اللي وصل لها هذا الملعب، هذا ملعب قرب السنابيل حي الاحمر، وصل لواحد الحاله اللي كتسيء في النفس. الاطفال ديال جميع الجمعيات الرياضيه ماشي الجمعيه ديال العطاء ما لقاوش فين يلعبوا الموسم هذا تقريبا تيران عام وربع شهور تيران هو متوقف من النشاط ديالو. حنا كنوجهوا عبر الصفحات والقنوات ديالكم المشكورين من هذا المنبر هذا نداء للسيد العامل عماله سالا باش يقوموا بواحد العجاله واصلاح هذا الملعب هذا اللي اصبح في هذه الحاله هذه اللي كيسيء النفس. حنا كناس ديال حي الرحمه وناس فاعلين ديال جمعيات المجتمع المدني عندنا غير على الحي ديالنا. الحي حي الرحمه كيعرف كثافه سكنيه كبيره، كيضم واحد الربع ديال الاحياء. الملعب الوحيد اللي عندنا في الحي ديالنا هو الملعب قرب السنابيل. كما قلت لكم قبل بان الحي شعبي كيضم واحد العدد كبير من الشريحه ديال الاطفال ديال المجتمع المدني. بغينا هذا التيران يتصيب، ما كنطالبوش زعما شي حاجه اللي هي كبيره. ملعب قرب السنابل وانا كنحمل المسؤوليه لجمعيه سالا للتنشيط والثقافي والرياضي في اسم الرئيس ديالها. لو كان حافظ على هذا الملعب هذا اللي دار سيدنا الله ينصرو في اطار المبادره التنميه البشريه، لو كان هذا الملعب باقي في الحاله ديالو 6 شهور دابا باش قاموا بايقاف الاقساط ديال الراتب الشهري ديال العساس، نهار تحيد الخلاص للعساس ديال هذا الملعب هذا ولا كيتسرق يوميا ولا كيتسرق يوميا. انا شخصيا تواصلت مع الناس المسؤولين في عماله سالا، شخصيات تواصلت معهم وعطيناهم وخبرناهم بان الملعب ولا كيتسرق، ورغم عن ذلك باقي ما تلقينا حتى حاجه. الملعب خصو يتصلح. هاد الناس ديال جمعيه سالا التنشيط الثقافي والرياضي الا ما قداش على المسؤوليه باش تقوم كما كنشوفوا حنا كجمعيه مجتمع مدني وكرؤساء، راه ماشي ملعب قرب السنابيل حي الرحمه اللي خاسر. لا جيتي دير واحد الجوله في مدينه سالا هناك عده ملاعب، واللي كتسير الشان المحلي في مدينه سالا هي جمعيه سالا للتنشيط الثقافي والرياضي. يعني لو كان المشكل في ملعب قرب السنابيل اللي هو خسر، الملاعب الاخرى تما ما يخسروش. هنا كاين واحد الخلل. انا كنتسال واحد السؤال رئيس جمعيه سالا للتنشيط الثقافي والرياضي، ملي ما بقاش تسير الشان المحلي والرياضي في مدينه سالا، عطيه الناس اللي قايمين بهم. راه كاينين الناس اللي مقدمين تما بالملفات ديالهم للسيد العامل عماله سالا، كاين الشركات اللي قادره تجري هذه الملاعب ديال القرب اللي دار سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول. وحنا كجمعيه مجتمع مدني وكجمعيه رياضيه غادي في التوجه ديال سيدنا الله ينصرو. كما شفتوا الازدهار اللي والصوره الطيبه اللي عطى المنتخب الوطني المغربي في قطر، والصوره الطيبه اللي عطينا في روسيا. احنا الحمد لله جايين في واحد المشروع اللي هو رياضي كبير تحت الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو، مونديال 2030. حشومه يكون الملعب ديال القرب ديال الاحياء الشعبيه في هذه الحاله هذه. كما قلت لك هذا الملعب هذا كيتواجد في واحد النقطه اللي هي حساسه، حي اللي كيعرف ربعة الاحياء كبيره واللي كلهم كثافه سكنيه كبيره، يعني عدد الاطفال كبار بزاف. كما قلت لك الجمعيات اللي كينشطوا هنا راه كاين تقريبا ما ينعادل واحد 13 جمعيه رياضيه. الا درنا واحد 13 جمعيه رياضيه كتضم 200 طفل، راه عندنا واحد 1500 طفل اللي تحرمت هذا العام وربع شهور من النشاط في هذا الملعب هذا. هذا سؤال نداء اخوي من الناس اللي عندهم الغيره على القطاع الرياضي والشان الرياضي في مدينه سالا على راسهم السيد العامل عماله سالا المحترم باش يقوموا باصلاح هذا الملعب هذا. حنا كجمعيه مجتمع مدني ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله. تيران خصو يتصيب، تيران كان يتعتق. انا واحد المسؤوليه كنحملها كبيره لجمعيه سالا التنشيط الثقافي والرياضي. تيران ملي ولات فيه حفره كنا نصيبوه، علاش غنتسناو تيران تولي كتولي محفور كامل؟ حنا الحاجه نخليوها حتى تكمل عاد نحطوا يدينا للارض ونبقاو نبكيو ونبقاو نشكيو ونبقاو نوجهوا عده رسالات عبر المنابر الصحفيه. يعني في الاول ملي التيران تعرض لواحد الحفره صغيره كانت ديك الحفره الصغيره تعالج وكان خصنا نخدموا حتى سيدنا الله ينصرو. هذو هو التوجهات اللي كيعطي سيدنا الله ينصرو، وديما شعارنا الدائم الله الوطن الملك. السلام عليكم، انا من السكينه ديال مدينه حي الرحمه. التيران هذا كان هو المتنفس الوحيد ديال هاد الاحياء هادو كاملين، كانوا هما يعني المتنفس الوحيد ديال الوليدات تيجيو تينشطوا فيه. يعني حشومه نشوفوه بهاد المهزله هذيك بحال هكا، يعني كان خاصو غير مثلا غير الكازو، دابا ولاو خاصينو الجنابات، خاصينو كل مره تندوز من هنا تتبان لي حاجه طارت. كل مره انا حسبتهم كل صباح تندوز من هنا تنطالع تلقى حاجه طارت.
انا تنوجه النداء لاول واحدين هما المرشحين ديال اللي تيترشحوا فهاد السيكتور هذا ديال مدينه حي الرحمه. حشومه اللي تتفكروا حي الرحمه حتى الانتخابات، حشومه عليكم، حشومه عليكم بزاف. عطيو لو جزء بسيط تعطيوه لهاد الاحياء هادو الناس اللي تيصوتوا عليكم، حاجه بسيطه لهاد الرؤساء الجماعات كاملين اللي دازوا فهاد الحي هذا. حشومه عليكم، عطيو غير شويه لهاد الساكنه هذا المتنفس الوحيد اللي تيجيو الوليدات. بالنسبه اللي كانوا داروا كاع الالعاب ديال الدراري الصغار شنو جاوا خسروا عليها شويه الرمله ودوروا بها التطوار، وواحد الكراسه حالتهم حاله الدري الا طاح منه يتهرس. يعني حشومه تجيب ولدك وفديك الرمله الا طلقتيه ما تعرفش ولدك شنو غيهز لك، هز لك يعني جميع الاوبئه غي سميتو. ما فيه لعاب مثلا، ما فيه العاب، ما فيه حتى شي، ما فيه حتى شي حاجه اللي سميتو نقولوا راه متنفس غيتجيب الوليدات ديالك يلعبوا في هذيك الرمله. حشومه ماشي حنا ماشي اوبيش او باش اللي غتجي تخسر عندنا في هذيك الرمله. جيب لنا لعاب كما تجيبوا الاحياء اخرين، جيبوا حتى حنا لعاب نتنفسوا الوليدات. راه الحي ما عندوش شي متنفس، شي فضاء اللي بغينا يتنفس عنده هو هاد البلايصه هادي وهاد التيران هذا تينشطوا فيه. والوراء هاد الكارثه هادي هما الجمعيات اللي كانوا تينشطوا هنايا استافدوا. اول حاجه ما بغيت غير بعدا انا تنعرف الجمعيات اللي كانوا تينشطوا تنعرفهم بواحد بواحد، ما عمري بغاو يطلعوا في شي منبر اعلامي ويهضروا على هاد الملعب اللي كانوا تينشطوا فيه. علاش؟ حيت تيستافدوا من حوايج اخرين، من ناس وحدين اخرين اللي ما قادروش باش يطلعوا ويهضروا على هاد الملعب هذا باش ما يتحاسبوش على معاهم على حوايج اخرين، فهمتيني؟ وهاد الناس هادو، هاد الناس هادو الله ياخذ فيهم الحق. وتنداء الوالي والعامل، العامل ساله تنوجهوا ليه النداء، شوف لو نظره مع هاد الناس هادو، هاد الناس هادو يجيو يشوفوا ولو شويه من هاد سميتو يشوفوا في هاد الملعب هذا، راه حشومه اللي ولا بحال هكا. معكم يوسف الهاني قاطن بحي الرحمه احد ابناء هاد الحي، اللي عندي واحد الغيره ملي كنشوف بحال هاد الملعب هذا ديال القرب في هاد الحاله اللي شنقول لكم حاله مزريه. كيألمني هذا الشيء، كنشوف الأطفال الصغار ما عندهمش فين يلعبوا، مازال حنا الكبار كتمشي للبحر هذه، ولكن الدراري الصغار كتشوفهم كيجيو يلعبوا في هذا الملعب في هذه الحالة. يعني هذا الشيء تيألم، يقدر يتصاب فيهم شي واحد، يقدر رجلو الله يسر تكسر، تقدر يعني كنشوفوا هذا الشيء طال الأمد ديالو، يعني كنشوفوا المده ديال عام ولا عامين والملعب في هذه الحاله هذه. يعني ما كاينش شي تدخل، ما كاينش اللي غيجي يشوف ويعاين هذه الحاله ويقول لا راه غادي ندير وغادي نحولوا هذا الشيء وغادي، ما كاينش. كاين واحد التهميش كبير لهذا الملعب هذا، وهو الملعب الوحيد ديال القرب اللي كاين في هذا الحي. يعني شنو؟ ما كاينش، كنشوف بانه ما كاينش تدخل، ما كاينش اللي غيجي يدير الحل لهاد الوليدات الصغار، وهذا الشيء كيألم. و شنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. هاد المتنفس هذا راه حشومه، وحشومه يبقى في هاد الحاله المزريه، لانه ما هو المتنفس الوحيد ديال الدراري الصغار. وكتشوف الدراري الصغار كيمشيو مساكن كيمشيو يحاولوا يديروا يلعبوا في الشانطي وكيتعرضوا للخطر باش ما يجيوش يلعبوا في هاد الملعب اللي داير بحال هكا. كنتمناو ان هاد الشيء ما يبقاش وهاد الشيء يتحول في اقرب وقت ان شاء الله. السي القدوري رئيس جمعيه فنون الرياضيه للثقافه والسياحه، بالنسبه لي انايا اللي غنتكلم عليه على التيران هذا اللي ولا ما بقاش تيران، ولا وباء الناس اللي تيشربوا هنا وسكروا هنايا ولا الكريساج في التيران هذا. كما قال تحمل المسؤوليه للجمعيه المسؤوله، هي اللي غنحملوا لها المسؤوليه انها تجي تعتق التيران اللي باقي فيه ما يتعتق. كما تنقولوا حنا اللي باقي فيه ما يتعتق، كما تنقولوا باقي شي لا غيعاودوا يعاودوه، لا غيسدوا يحيدوه في خطره، يسدوا يحيدوه في خطره، باش نعرفوا هاد الدراري هادو ديال هاد الرؤساء الجمعيه هاد العدد هذا يلقاو لهم اماكن اخرى فين ينشطوا. لكن ما غنشطوش في التيران هذا، يقلبوا على راسهم، يعرفوا بان التيران هذا اما غيوقف اما غيتعاود الصيانه ديالو. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.